للتنين الياباني وخاب الامل في لجنه الترجيح من جانب الفريق التونسي هذا الجمع الرياضي الساحلي. اذا هكذا نعود المرتبه الثالثه لفريق اوراوا ريمون او اوراوا ريس دايمون الشواهد الثلاث اليابانيه والمرتبه الجمع الرياضي الساحلي التونسي الافريقي العالمي. اكيد مشاهدينا الكرام معلق المباراه راهو بكليم وكامل المشاهدين العرب يحيون النجم الرياضي الساحلي من خلال هذه المغامره العربيه. دخل خلاص النجم الساحلي العربيه كما دخلها قبل الاهلي القاهري النصر العالمي الرجاء البيضاوي المغربي والعميد للاتحاد السعودي. اجمل تحيات معلمكم راهو بكليم والى اللقاء في مواعيد رياضيه لاحقه. دموع الشربتي لن تفيد اكيد في المركز الثالث ولكن دموع الرجال غاليه وانت